يا مساء الخير والسعادة ومساء آخر يوم من العام 2018. ساعات قليلة جدا تفصلنا عن العام الجديد. مرت سنة من حياتنا وتعلمنا فيها الكثير من الأمور، وأيضا مرينا فيها بالكثير من المواقف سواء كانت سعيدة أو تعيسة. ودائما بنقول أن القادم أجمل بإذن الله، وقولوا شكرا لكل الأيام اللي راحت علينا وتبدو صفحة جديدة، وقولوا أكيد صفحة قديمة وطوا هذه الصفحة وانتهت وابدوا أيضا بداية جديدة، وخلكم دائما متفائلين بأن القادم أفضل بإذن الله. خلونا نروح نشوف تقرير العناوين ونبدأ حلقتنا. اليوم في ساعة شباب. في آخر أيام العام العالم يودع 2018 ويستعد لاستقبال العام الجديد، والدي جي بانا تشعل ساعة شباب. وفي فقراتنا الرسم على الأثاث، الجمال بلغة أخرى، والمستاؤون من 2018، العيب في العام ولا فيهم. وفي الأخبار قصة أطول خزانة ملابس في العالم، ولأول مرة فيلم يحدد المشاهد نهايته. كل هذا وأكثر في ساعة شباب. حلو، نبدأ على السريع لعالم السوشيال ميديا، وأكيد كان لمنصة تويتر بالعام الجديد حيز جدا كبير وتفاعل أيضا جدا كبير على هاشتاج كلمة أخيرة لألفين و18. ويا ما شفنا كلمة واحدة وبس، شفنا كلام مسطر عن العام 2018. رح نعرض بعض التغريدات اللي اخترناها لكم اليوم أيضا وقراها، ونشوف معانا سيما قالت: ربي لا أعلم خفايا عام الجديد، ولكني أثق بأنك قدرت لي الخير، ربي أستودعك حياتي فاكتب لي السعادة واللهم أمين يا سيما. وأيضا علي: لك الحمد يا رب، مليء السماوات والأرض، مليء كل شيء، ملأ كل شيء، لك الحمد قدر ما أعطيت وقدر ما منعت وأكرمت وأنعمت، لك الحمد خالصا لوجهك الكريم لا شريك لك. وأيضا كانت هناك الكثير من التغريدات والدعاوي والأمنيات اللي كتبوها المغردين على هذا الهاشتاج. وكلمة أخيرة للعام 2018 أيضا سارية: كنصيحة وأنتم مقبلين على السنة الجديدة، اعتمدوا نظرية التشطيب للأشياء التي لم تعد تربطكم فيها أي صلة، سواء مواد دراسية، منتهى، أو يعني أي شيء في حياتكم ما صرتوا تحتاجوه. بخلاصة التغريدة هذه: اشطبوه من حياتكم وشيلوه وارموه وودعوه أيضا في نفس الوقت، عشان تبدو إن شاء الله سنة جديدة خالية من المشاكل وأيضا مليئة إن شاء الله بالنجاحات. ما أعرف إيش فيني، تفاؤل جدا كبير على السنة الجديدة، وإن شاء الله أيضا تكون بداية خير للجميع يا رب. وأيضا عندنا فقرة يلا سلام، وعندنا لا لازم نقرا صراحه تغريده الاستاذ ناصر القصبي، وكتب: عام مضى لا اعرف كم عمري ولا احب ان اعرف، ما اعرفه اني ما زلت ناصر، ذلك الولد الصغير الشقي الضحوك المشاغب، شعور عظيم لا يعرفه كثيرا من الناس ان تشعر بالولدنه. اسرق نظرة إلى المرآة وألمح بعضا من الشيبات وشيئا من التجاعيد لا بأس أيضا، فلا أزال ذلك الصغير، وكل عام وأنتم بخير وسلام. وأكيد كل عام وأنتم بخير، ونحن مكملين معاكم، بس عندنا أغنية رح نهديها للعام الجديد ولا نهديها ل 2018 دي جي بانا؟ نهديها ل 2018 ولا للعام الجديد؟ لا طبعا عام الجديد نهديها للعام الجديد، خلاص 2018 حننساه تماما. يلا نسمع ونطلع فاصل ونرجع لكم. ايضا مشاهدينا خلينا ندخل في موضوع فقرتنا الان، والعلاقه بين ترشيد الاستهلاك ومكافحه التبذير وقطع الاثاث اللي بتصنعها، وايضا بترسمها ضيفتنا والفنانه التشكيليه بسمه عبد الرحمن اللي مشرفتنا اليوم، شرف ومنوره استوديو ساعه شباب. بسمه بدايه كل عام وانت بخير وانت بصحه وسلامه، سنه جديده ان شاء الله. وبدايه نحتاج نعرف اكثر عن بسمه وعلاقه اللي نشوفه تحديدا بتخصصك.
طيب أنا فنانة تشكيلية وفي نفس الوقت أخصائية، فكرت إنه أنا ممكن كوني أنا مهتمة جدا بالبيئة، فكان دائما يستوقفني إنه الجلوبال وورمينج، ظاهرة الاحتباس الحراري، تستوقفني دائما عن أسبابها. أسبابها صدقا إحنا كوننا مجتمعات مستهلكة أكثر من إنه إحنا مجتمعات منتجة، تكون سبب بشكل أو بآخر بتفشي هذه الظاهرة اللي هي الاحتباس الحراري. صحيح. ففكرت إنه كيف ممكن أنا كفنانة تشكيلية أوظف هذا الفن التشكيلي، إنه إحنا ما حقول أخدم هذه الظاهرة بقدر ما إنه ممكن أسلط الضوء عليها، على أساس إنه ممكن بشكل أو بآخر من الجهات الإعلامية تتبنى هذه الفكرة وتنتشر إن شاء الله، ونقدر يعني نعمل لو شيء بسيط ونوعي الشعوب العربية كأقل تقدير إنه قديش إحنا ممكن نكون منتج شعوب منتجة أكثر من إنها تكون استهلاكية. فبدأت أعمل. ونبغى نعرف طيب إيش علاقة العلاقة تحديدا بين الأثاث تمام. وأيضا اللي بتصنعيه في وترشيد الاستهلاك. تمام. وجدت إنه إحنا صرنا في الفترات الأخيرة بنشتري كثير أو بنخزن أكثر، ففكرت إنه إحنا ممكن نفس قطعة الأثاث اللي تكون حالتها جيدة يعني ما صار فيها أي تلف، ممكن أنا أرجع أعيد استخدامها من أول وجديد، وأعيد كمان صياغة شكلها الفني 180 درجة، بأنه أنا أرجع أرسم عليها أغير شكلها تماما حسب الشخص هو إيش يرغب، حسب هو ستايله في الألوان. واو. في الشكل. أيوة. فبدأت أرسم على قطع أثاث، الحمد لله لاقت استحسان عدد مرة كبير الحمد لله. فهي هذه الفكرة الأساسية من عشان عندنا. نحن ما نشتري قطع جديدة، فنقدر بالزبط. نستخدم القطع الموجودة عندنا بس بإعادة تدوير، مثل إعادة تدوير بالزبط. المواد ريسايكل. البلاستيكية صحيح؟ بالضبط. هي فكرة جدا جميلة، تدوير ريسايكل لقطع الأثاث. طب خلينا نتعرف أكثر وعلى خطوات هذا التكنيك، وأيضا كيف بيصير يعني خطوة بخطوة، يا ريت تشرحي لنا بسمة. حاضر ولا يهمك. بداية أنا أشوف قطعة الأثاث إذا كانت تحتاج أحيانا بعض الصنفرة، يعني أحيانا تكون الطبقة اللي فوق تحتاج لها صنفرة، فأبدأ معها بالصنفرة، أناعم الطبقة الأساسية اللي فوق، بعد كده أشوف إيش الرسمة المناسبة لقطعة الأثاث، هل تحتاج أنه أنا أغير لونها الأساسي أو ما تحتاج. أحيانا يكون التاتش الستايل القديم اللي فيها جميل يعني يعطيها تكون فينتج كده بالضبط. أيوة. فيعطيها شكل كمان جميل، فأبدأ أرسم عليها الرسمة اللي أنا بشوفها مناسبة للقطعة أو حسب الشخص صاحب القطعة اللي حابب أنه هو يجددها. بستخدم ألوان هاي كواليتي، عادة بستخدم الأكريليك الأيل بينتينج. بخلص الرسمة بعدين ببدأ أتعامل معها بطريقتين، يا إما إذا كانت للاستهلاك اليومي فهنا أنا أفضل أستخدم عليها القزاز الكريستالي على أساس أنه تكون مقاومة لأي زي البرنيش أو شيء. لا البرنيش. هو طبقة قزاز بس كريستالي. فبيعطي شكل مرة راقي جدا يعني. زي اللي شايفينه هنا هادي. على الطاولات هذه لا، هذه طبقة تغطية مختلفة تماما على القزاز. هذه اسمها ريزن. الطبقة مرة جميلة بس أنا أفضل إنه تكون للاستخدام الزينة. الديكوريشن. أيوة. بالزبط. تكون بس زينة. بالزبط. لكن إذا كنا حنستخدمها ونستهلكها لا. أفضل إنه يكون عليها طبقة قزاز عشان تكون للاستهلاك اليومي. طب خلينا نكون واضحين وصريحين. صحيح. صراحة أنا شايفة القطع الموجودة عندنا اليوم والطاولات الموجودة عندنا اليوم لوحة فنية. تسلمي الله يعطيك. مو طاولات أبدا ولا حقت أصلا شكرا. استخدام المفروض ناخذها ونحطها كذا ديكور. بس في البيت. بس إذا تكلمنا عن التفاصيل، الألوان اللي مستخدمتها بسمة في هذه المواد اللي شايفينها هنا وفي الطاولات أو اللوحات اللي شايفينها هنا، ماني شايفة صراحة طاولات، شايفة لوحات فنية، كيف ممكن مستوى وجودة هذا الأعمال نقيمها، وكيف يعني ممكن نقيم هذه الجودة؟ طيب أنا بالنسبة لي بداية أنا بتعامل مع الكواليتي اللي مرة جيدة في الألوان، سواء كانت أكريليك أو زيتي، حسب أنا بعتمد في اختيار نوعية الألوان حسب تفاصيل الرسمة اللي عندي. يعني زي الرسمة اللي على الطاولة اللي هناك استخدمت فيها زيتي لأنه فيها تفاصيل أكثر، بينما هذه استخدمت فيها أكريليك، فحسب أنا إيش بشوف نوعية الألوان اللي بتناسب الرسمة. بعد كده عشان أنا أحافظ على نفس الرسمة إنه ما تتلف على المدى البعيد أو مع المسح أو شيء، فبحط عليها طبقة حماية زي ما قلت لك، يا إما الريزن لو كانت ديكوريشن يعني ممكن تتحط في المكان، أو ممكن أو قزاز بحيث إنه أنا أحافظ على الرسمة ما تتقشر أو ما تبهت ألوانها.
طب بسمة، يعني إذا تكلمنا نحن شايفين عندنا هنا طاولات اللي مطبقة عليها نفس هذه الفكرة، طيب إذا عندنا مثلا قطع أثاث أخرى مثلا كراسي، مثلا عندنا طاولات أكبر يعني بأحجام أكبر، هل يمكن تطبيق نفس الفكرة عليها ولا بس على الطاولات الصغيرة هذه؟ لا لا لا، نفس الفكرة تطبق على مساحات أكبر، بينما أنا بس مستخدمة الأحجام الصغيرة هذه بس كمجرد عرض وتوصيل للفكرة. أوكي. أيوة. حلو. فهالفكرة تطبق يعني على حتى على مساحات أكبر من كده بكثير يعني. طب مثل إيش؟ إيش أكثر يعني مثلا الأعمال اللي صنعتيها بمثل هذه الفكرة؟ فكرة صراحة يعني غير مستهام بها أبدا، فكرة جدا جميلة، يعني إذا كلنا استخدمنا هذه الفكرة صدقوني يعني معارض الأثاث راح تفلس، راح تعلن أفلاسها لأنه ما صار في أحد يشتري منهم. فإيش أهم الأعمال اللي صنعتيها؟ حاليا أنا أكثر شيء صراحة المطلوب عندي الطاولات، كونها مساحة مسطحة فجميل أنه يكون عليها الرسم. في من قبل أنا رسمت على كراسي بس الطاولات كان لها إقبال أكثر يعني في الرسم، فعادة المساحات الكبيرة بتعطيك جمال الرسمة بشكل واضح، يعني حتى بتعطيك كأنها فعلا لوحة تشكيلية على قطعة أثاث فعلا يعني. هذا اللي شايفينه صراحة. طب إيش أكثر مثلا الرسمات اللي يمكن تطبيقها على على قطع الأثاث؟ تحسي مو كل شيء يعني نحب نشوفه في قطعة أثاث مثل ما نشوفه في لوحة معلقة على الجدار، فإيش أكثر الرسمات اللي تنطلب منك؟ والله هي حسب، تعتمد على الرأي الشخصي للشخص اللي راغب باقتناء القطعة. في بعض الأشخاص جوني طلبوا مني أنه رسمات شعبيات وتراثيات، بعضهم أتوقع راح تكون مرة حلوة إن شاء الله بإذن الله. أنا بكلم على أساس أتوقع. بعد المعرض جدة الدولي للكتاب قلت إن شاء الله حطبق لهم هي. فهي تعتمد على حسب رأي الشخص. إجمالا مساحة العمل واسعة وكبيرة، فحسب ميول الشخص هو ايش يرغب، رسمه معينه اطبق له هي، فكل شيء ممكن يعني ينفذ. انت طب ايش تحسي اكثر الرسمات اللي تحبي انت بس ما كفنانه تشكيليه انك تطبقيها على اعمالك؟ تمام، انا بالنسبه لي انا رسمت هذه الرسمات بناء على انا رغبتي انا ايش ارسم، اعتمدت انا على توجهي في الرسم، على ستايلي انا في الرسم. فاجمالا انا رسمي يميل اكثر للتجريدي، للتعبيري، فحبيت انه انا اظهر هويتي الفنيه من خلال هذه الاعمال اللي انا قدمتها دحين في معرض جده الدولي للكتاب. وخليني بس انتهز فرصه مره بسيطه انه انا اشكر وزاره الاعلام، لانه صدقا انا اعتبر نفسي ابنه وزاره الاعلام الفنيه، لان هم اللي داعمين لي، اخص بالشكر استاذ عبد الله الكناني، استاذ فيصل مرغلاني، استاذ ابراهيم، يعني صدقا داعمين بقوه يعني للمبادرات الثقافيه الشبابيه. ف جميل جدا. طب بما انك يعني ذكرتي موضوع معرض الكتاب الدولي، كيف كانت تجربتك في المعرض؟ هي تجربة مرة جميلة صراحة، فيها طبقة من الزوار مميزة. حلو انه احنا نوصل فكرنا الثقافي لهذه الطبقة من المجتمع، خاصة انه كمان احنا نعرف هذه المعارض بتجمع فئات معينة مختلفة، مو بس من مدينة جدة، لا عمال يعني بيجوها ناس حتى من خارج جدة يعني لزيارة هذا المعرض، لأنه إحنا نعرف أنه هو معرض يعتبر دولي يعني بشكل أو بآخر. فبالعكس تجربة مرة جميلة. فادتك، ضافت لك كثير بس ما. تمام، المخرجات اللي أنا قاعدة بحصلها من وراء مشاركتي في ذا المعرض مخرجات جميلة صراحة. يهمني في المقام الأول يهمني أنه إحنا نسلط الضوء على فكرة رسمي على الأثاث اللي هي مرة حلو إنه إحنا شوية نصير ما إحنا مجتمعات استهلاكية بقدر ما إنه إحنا نبغى نخطو الخطوة الأولى نكون منتجين. هي هذه الفكرة يعني حتى بيئيا هذا الشيء صحي. صحيح. طب إيش هي المجالات اللي ممكن نستفيد منها أكثر في مجال أو إعادة التدوير، بما أنه يعني صراحة فكرتك جبارة أقول لك هي تسلم. بس ما فعلا ما قد شفت فكرة بمبتكرة بهذه الطريقة وفن في الآخر يعني لا يقدر بثمن بالنسبة لي الفن. فكيف ممكن أيضا نستخدم إعادة التدوير في الكثير من المجالات في حياتنا؟ طيب إعادة التدوير هو عنوان لقائمة طويلة جدا من البنود إن صح التعبير. كل شيء في حياتنا إحنا ممكن نعمله إعادة تدوير،
كل شيء، أبسط الأشياء في بيتنا إحنا ممكن نعمل لها إعادة تدوير. أنا كفنانة تشكيلية وجدت أنه أنا ممكن أبرز هذه النقطة أو أقدر أوظف الفن التشكيلي، وجدت في قطع الأثاث، كوني أنا جدا مهتمة بالبيئة وأعتبر نفسي من المهتمين بالبيئة، فوجدت أنه إحنا استهلاكنا للخشب استهلاك كبير جدا يعني، فكيف ممكن أنا أوظف الفن التشكيلي بأنه إحنا نلفت النظر شوية، خلونا ما نستخدم، خاصة أنت تعرفي يا أستاذة أنه دول الخليج ما إحنا من الدول اللي عندنا غابات ومساحات إحنا نكون مستهلكين للخشب بهذا الكم الكبير، لا خلاص إحنا ممكن نحافظ على نفس القطعة، خاصة أنه الدول الأخرى بتعتبر أنه القطعة كل ما زاد عمرها كل ما كانت قيمة أكثر يعني. ففكرت أنه أنا ممكن يعني أستغل الفن التشكيلي بأنه أسلط الضوء على هذه النقطة، أنه خلونا شوية منتجين يعني، بلاش نبدر اليوم نشتري ممكن بعد شهرين ثلاثة نجيب قطعة ثانية، رغم أن الأولى تكون مرة ممتازة وما فيها أي مشكلة وحالتها جيدة، يمكن تحتاج تماماً. بعض التعديلات البسيطة وشكل جمالي ممكن يعطيها وتغييرات في اللون تبان فعلا كأنها قطعة جديدة. فعلا أبدعتي يا بسمة عبد الرحمن فنانتنا التشكيلية، نتمنى لك كل التوفيق في هذا المجال، ومنتظرين أيضا إبداعاتك في هذا المجال. شكرا لك. مشاهدينا مكملين معاكم، وتخيلوا معايا كم، هل تعرفوا أيضا كم قطعة ترتدي طوال حياتك؟ هتعرفوا أكيد بعد الفاصل. وصلنا لفقرة الأخبار والمنوعات، وعندنا اليوم صراحة أخبار راح تتعرفوا عليها وأيضا ممكن تسمعوها لأول مرة في حياتكم، وأطول خزانة ملابس في العالم. جو شباب وجتهم فكرة صراحة جميلة، أنا أشوفها الفكرة ولكن يعني غريبة، يعني غريبة شوي، هي يعني بادر عدد من الشباب إلى صنع خزانة ملابس عملاقة في أحد المولات التجارية الموجودة في القاهرة. تحتوي الخزانة الآن على نحو 3000 قطعة ملابس، وهو متوسط عدد الملابس اللي يرتديها الشخص العادي طوال حياته. يعني تخيلوا، كمان مقسمة إلى 6 أقسام بحسب مراحل العمر اللي يعيشها الإنسان في هذه خزانة الملابس الموجودة في أحد المولات، وتعتبر أيضا أنها أطول خزانة ملابس. يعني كل شخص فينا تقريبا يعني نسبيا ممكن أنه يرتدي طوال حياته 3000 قطعة. والله لا لا لا، ما 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 اتوقع 3000 قطعه، اكثر صراحه، خصوصا اللي يشتغلوا في التلفزيون كل يوم يلبسوا قطعه جديده، فنحسبها يعني تقريبا ممكن توصل يعني الى 300000 قطعه. شفتوا كيف العدد؟ عموما ايضا مشاهدينا لاول مره ولكل محبي مشاهده الافلام، دائما اذا شفنا افلام ننصدم بختام الفيلم او بالنهايه، ونتمنى انه يا ريت لو كانت والله النهايه مختلفه، او انه مثلا البطل ما مات في نهايه الفيلم، او البطله ما انتحرت في نهايه الفيلم. فنتفليكس صراحه جابت لكم اللي انتم تبغوه، وفيلم يحدد المشاهد نهايته، يعني تقدروا تشوفوا الفيلم وتتصوروا الأحداث اللي ممكن تصير، وأيضا تحددوا أحداث الفيلم من بدايته إلى نهايته. يعني أنتم ممكن تخترعوا الفيلم اللي حابين تشوفوه بخيالكم. والله فكرة صراحة، وممكن تكون ثورة جدا كبيرة وعالمية، وخصوصا في مجال صناعة الأفلام. كل شخص فينا حاب أنه يخلي حياته فيلم يشوفها قدامه، أو فيلم هذا يقعد يتفرج عليه قدامه، فممكن تشوفوا حياتكم وتصنعوا في هذه الأفلام. وأيضا مثل ما عرضت نتفليكس تحديدا، موقع نتفليكس الشهير، واعتبرته وسائل الإعلام ثورة في مجال الأفلام والترفيه. ويقول أيضا موقع البي بي سي أن الاحتمالات المعقدة تمنح تريليون قصة مختلفة في الفيلم، وممكن أن تكون أيضا وفقا لكل مستخدم. يعني مثل ما قلت لكم، كل شخص يقدر أنه يصنع الفيلم اللي حاب أنه يشوفه ويكتب وقته ويقضي وقته معاه. فكرة صراحة أتوقع جدا جميلة، أول ما تنزل هذه الفكرة وتطبق، وإذا قالوا أيضا أنها موجودة وأصبحت موجودة في نتفليكس، موقع نتفليكس الشهير، فصراحة يلا ابدوا من اليوم، ابدوا السنة الجديدة واصنعوا فيلمكم وتفرجوا عليه، ولا تحزنوا بالنهاية. وإلى أيضا أول إنسان
يعبر القطب الجنوبي على قدميه دون مساعدة، وسجل المغامر الأمريكي اسمه كأول شخص يقوم برحلة كاملة منفردا عبر القطب الجنوبي بعدما قطع مسافة 1600 كيلومتر دون الحصول على أي نوع من المساعدة. وطبعا يبلغ من العمر 33 عاما، انفصل عن صديقه في المغامرة وسلك كل واحد فيهم طريق مختلف، ولكن نجح في الوصول بينما لقى صديقه حتفه. والله إن في رسالة واضحة ممكن يوجهها من خلال هذا الخبر تحديدا. دائما المشاركة ما تفيدكم بالنهاية، ممكن تكون لحالكم تنجح وتوصل لتبغوه، مو لازم يكون في شريك مثل ما صار مع الأمريكي اللي سجل اسمه كأول إنسان يعبر القطب الجنوبي بدون مساعدة. وإلى أيضا خبر الرابع وشكل الأرض من الفضاء. عمركم تخيلتوا كيف ممكن يكون شكل الأرض من الفضاء؟ جبنا لكم فيديو راح يوصل لكم الصورة، خلونا نشوف الفيديو معانا لشكل الأرض من الفضاء. طبعا هذا القمر الصناعي أو اللي بيصور من الفضاء تحديدا، وبينقول لنا هذا المشهد الرهيب لشكل الأرض. أنا شايف الأرض كلها زرقاء، معقولة؟ هذه إيه البحار والمحيطات الموجودة في الكرة الأرضية، ولا ننسى أنه يعني الكرة الأرضية تمثل أتوقع 73% من البحار والمحيطات. وشوفوا يعني أنتوا لو طلعتوا فوق شوية على اليمين، لا شوية على اليمين أبعدوا أكثر، تلاقوا استديو ساعة شباب بالضبط منور لأني موجودة فيه. خلاص قفلوا غيروا القناة. ضحكتكم ولا لا؟ ضحكتوا ولا لا؟ طلع استديو ساعة شباب من الفضاء، وآخر مرة صدقوني ما راح أعيدها أبدا. إلى أيضا خبرنا الأخير وأغرب تقاليد الشعوب لوداع عام واستقبال عام جديد. دائما نشوف صراحة يكون عندنا فضول نتعرف على تقاليد بعض الشعوب في الكثير من المناسبات اللي ممكن تصير في بلدهم، ولكن جبنا لكم اليوم أغرب تقاليد الشعوب في وداع عام واستقبال عام جديد. تعالوا معنا نشوف في الدنمارك إيش يسووا، وتحديدا تمثل عادة إلقاء الأطباق، يشيلوا الأطباق ويرموها على الأرض ويكسروها كل نهاية عام وبداية عام جديد صراحة. وأيضا في لقاءات وأخصائيين نفسيين يقولوا أنه تكسير الأطباق يتطلعوا كل الطاقة السلبية الموجودة فيكم وتعطيكم كذا حياة جديدة وروح جديدة ونشاط، وتحسوا أنكم طلعتوا كل الطاقة السلبية. إذا كان نفسكم تطقوا أحد تضربوا أحد فكسروا في الصحون وابدوا العام الجديد. وأيضا بينما أشهر التقاليد في جنوب أفريقيا إيش بيسووا؟ صراحة شوفوا صورة معبرة في جنوب أفريقيا، يشيلوا الأثاث القديم ويرموه من الشباك، يعني ما يطلعوه من الباب، لا ما يبي يطلعوه من الباب ابدا، يشيلوا الاثاث القديم ويرموه من الشباك زي احنا شايفين في هذه الصوره. طيب في الارجنتين ايش يسووا في الارجنتين؟ تعد الرجل مد الرجل اليمنى الى الامام في منتصف الليله، يعني اول ما تجي الساعه 12 الا دقيقه يمد رجلهم اليمنى لبدء العام المقبل بشيء جيد طبعا في اعتقاداتهم. وأيضا في هولندا يمثل تناول حلوى الأولي بولين تقريبا تشبه اللقيمات، وأهم ملامح الاحتفال بالعام الجديد. وفي إسبانيا إيش قالوا إسبانيا؟ أما إسبانيا صراحة عجبتني العادة الموجودة عندهم، يأكلوا 12 حبة من العنب، لازم 12 حبة أوكي، وكل حبة يتمنوا أمنية وياكلوها. طب اللي عنده أكثر من 12 أمنية إيش يسوي؟ ممنوع يأكل أكثر من 12 عنبة، هي 12 عنبة ومع كل عنب يأكلها أمنية جديدة، وأحد الأماني بتكون للعام المقبل. وفي الفلبين يعتقدون أيضا أن كل شيء يجب أن يكون مستدير في هذه الليلة لتحقيق الحظ الجيد، بينما في مدينة بيرو يقوم سكان هذه القرية بمقاتلة بعضهم البعض، يعني يمسكوا بعض يقولوا ذلك لتسوية كل الخلافات. إذا كانت بينكم خلافات مع أحد امسكوهم قبل العام
الجديد يعني عندكم اليوم تمسكوهم وتلطشوهم وتتضاربوا معاهم عشان تدخلوا على العام الجديد وانتم متصالحين معاهم ومع نفسكم ايضا في نفس الوقت. طبعا كانت هذه اغرب تقاليد الشعوب لوداع عام واستقبال عام جديد. وايضا مكملين معاكم نروح لبانا. بانا جاهزه؟ يلا ايش راح نسمع كذا؟ ناخذ فاصل بريح. ايش حتسمعينا؟ تكشي اكيد. هلا 2019 ما احنا نرتاح، لازم كلنا نكون مبسوطين دائما. صراحه بانا اليوم، بانا بما اننا داخلين على عام جديد فطبعا يعني دي جي راح يكون لي نصيب جدا كبير، خصوصا في هذا اليوم الناس تحب تحتفل ويقيموا ايضا مناسبات. فايش محضره اغاني وكيف التحضير بيكون، تحضير الاغاني بيكون للعام الجديد وعام 2019؟ هو اكثر شيء بنلعب انجلش بهذا بهي الاجواء اكثر شيء، ويكون الناس خلص عندهم طاقه مبين، يعني الناس اللي بيكونوا جايين اساسا الحفله أيوه. نفسيا مستعدين انهم هن ينهوا 2018 نهائيا، فاي اغنيه حتشغليها حتلاقيهم يرقصوا راح ينبسطوا نفسيا هو الموضوع خلاص. مو ما له دخل اصلا أيوة بالاغاني. طب هل بيزيد عليكم الطلب كدي جي بانا في صح. هذه المناسبات كثير صح. عندك كم حفله اليوم؟ هلا وين فيها يعني؟ هلا المفروض انا وحفي عندي حفله. تخلص البرنامج لازم تطلعي على الحفله. طيب هل انت تبتكري اشياء جديده في هذه المناسبات؟ ريمكسات جديده انت بتصنعيها لمثل هذه المناسبات وبتكون جاهزه كلها؟ لا هو الافضل انه يكون في ريمكسات مثلا، انه يعني الناس حتكون يعني عندها طاقه بوا هذا اليوم، فكله هاوس تكنو، فالاغاني حتكون مجنونه، لازم تكون مجنونه يعني لازم لما يرجعوا على البيت يناموا ويصحوا خلاص احنا خلصنا السنه على خير. خلاص خلصنا السنه على خير. والله كثير بيذكروها. طب هل بتعتمدي على الاغاني الجديده، الاغاني اللي نازله، ولا بتحاولي زي ما سويتي معانا اليوم في الاستديو بترجعينا كذا الاغاني القديمه؟ على فكره الناس بتحب القديم أكثر من الجديد؟ اكثر من الجديد وبيعتمدوا عليه. يعني هلا نحن اول حفله انا انه بحط جديد عشان يقولوا انه حطيت جديد، بس انا بشوف تفاعل الناس على القديم والله اكثر بكثير. واو طيب يعني في اغاني انا نفسي بضحك لما بشوف، يعني انا قبل ما ابلش دي جي حتى قبل ما اشتغل دي جي بشغلها بينبسطوا الناس، بينبسطوا الاغاني القديمه فعلا ذكرتها يعني ما ننساها ابدا. طب كنت بسالك في شيء جديد صرت بتعمليه دي جي بانا للعرايس والافراح 3 دي ويدنج ولا 3 دي؟ صح 3 دي هاي انا اول وحده هون بجدي جبت جهاز ال 3 دي بجلس مع العروس وبصير نعمل اخراج للزفه من الباب الخشب، بعدين بجلس معها بشوف الديكور كيف، بعدين نخرج لها الزفه اني انا اصمم لها الافكار ثلاثيه الابعاد مع الموسيقى. يعني هي حتدخل من باب بس بطريقه انه مثلا خليت مثل سندال عباية تمشي، خليت البناء يتغير، يعني الناس هن جالسين ناطين العروس حيتشوقوا كثير انها تظهر. واو حبيت يعني الفكره وما موجوده غير عندك بانا. صراحه تحمست اتزوج عشان نشوف هذه الفكره، بس ان شاء الله راح يجوكي بنات كثير مقبلين على الزواج. لازم شعار روتانا واستديو ساعه شباب قبل الزفه قبل ما ادخل اصلا على الناس. طب ايش رايك انت من كم مره وعدتيني انك تعلميني وما علمتيني بانا؟ في وداع 2018 تتفاجأ من أعداد الناس اللي فعلا تحس أنهم مستائين جدا من هذا العام، وأن الحياة كانت صعبة جدا عليهم، ولكن في الحقيقة والواقع ممكن تكون نتائج صادمة بالنسبة لكم، لأن الأساس هو المشكلة في الإنسان والزمن مجرد وسيلة لحساب الوقت. حواري اليوم في هذا الموضوع راح يكون مع مستشار التطوير الشخصي تراد باسنبل. منور تراد. انعكاس نورك. طب بداية لماذا نعيب الزمان يا تراد والعيب فينا؟ الله. زي ما نقول دائما ما حد راضي عن 2018، ايش فيه؟ ما حد راضي، هذه احد الصيغ اللي تخلي الناس يفكروا انه كل العالم مستاء من الموضوع، وانا ماني من المستائين، مبسوط جدا من 2018 و2019 حتكون نتائج كل اللي سويته في 2018، كان بذر لافكار ولمشاريع ولاشياء، كل نتائجها باذن الله ستؤتي ثمارها في 2019. فكوننا نسمع ولا نقول كلمه زي هذه فاحنا كاننا بنأثر على انفسنا وعلى كل شخص بيسمع انه والله الناس كلها مستاءه. انت بتسمع لمين؟
اللي بتسمع له بتسمح له يأثر عليك سلبا. يا أخي طب تعال اسمع أخبار ثانية، تعال شوف في منشآت بتعطي للشباب قروض وبتدربهم وتعطيهم خدمات مخفضة، تعال شوف صندوق الجمعيات العمومية ولا التعاونية نص مليون ريال مجانا خذها وابدأ أنت والناس مشروعكم كجمعية، بعد سنة تقدر تحولها إلى مشروع تجاري. واو exactly. يعني yes. تخيلي كمية ودعم من الحكومة وصندوق السيادة السعودي محقق أرقام ورضا المستهلك السعودي في نسبة عالمية المركز الرابع مدري الثالث. ليش جالسين نسمع للناس اللي بتشتكي؟ ما احنا شايفين الناس اللي حققت إنجازاتها وأبدعت فيها وانتقلت نقلات نوعية فيها. جميل. طب برأيك تراد هل نقيس نجاح الشخص بناء على إنجازاته هو ولا على إنجازات العام؟ الآن خلينا نقول السعادة أن تستزيد وتعطي، إيش اللي استضفته أنت أو أضفته لنفسك وكيف استفدت منه ونقلته للناس؟ أنا كون إني أكون سعيد إني حطيت هدف حققته استمتعت فيه وأنا بصحتي، هذه سعادة. حتى لو كان شيء بسيط، أنت كنت بتقدمي برنامج وأفتكر قبل ما توصلي روتانا خليجية كيف كان الموضوع، أنا هدفي تلفزيون وكنت تقوليها وصلتي، هل أنت مستمتعة في الموضوع وعايشته بصحتك الحمد لله وبتبدع فيه وكل ما لك تطوري؟ فالفكرة مثل هذا القياس، أنه إيش اللي ممكن أعمله السنة، ترى هي نفس الأيام حقتك، أحد اثنين ثلاثة ربوع خميس جمعة سبت، ما تغيرت. بس البدايات دائما لها طعم، أول ما تبدأ برنامج، أول ما تشتري سيارة جديدة، كل حاجة جديدة تبغى تكون لك دفعة إنك تعمل شيء مختلف، إنك تنطلق انطلاقة جديدة. صحيح. طب نحن سألنا الناس تراد عن الإنجازات اللي حققوها في عام 2018، خلونا نشوفها في الفوكس بوب ونرجع لكم. والله 2018 يعني مليئة بالأشياء اللي حفتكرها طول العمر إن شاء الله، منها أني تخرجت الحمد لله من الجامعة شهادة هندسة، وأيضا توظفت أول وظيفة لي، نفس الوقت الحمد لله اني تزوجت، يعني كملت نصف ديني في 2018 برضه. كنت من القادة المساهمين في تنظيم حدث تيدكس كيو في جامعة الملك عبد العزيز تحت تنظيم عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، والحمد لله يعني حاسب انجاز كويس. والحمد لله امي تشافت اول شيء من سرطان الثدي، نحمد الله ونشكره، وفي بداية 2018 يعني ربي رزقني بوظيفة كويسة الحمد لله. نحن في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز، عندنا فريق اسمه المحاسبة. من الأشياء اللي سوينا استراتيجيات وسوينا عقود مع شركات كبيرة من في المحاسبة. أهم إنجاز وأكبر إنجاز ولله الحمد، خلصت كتابي الأول، كتابي الثاني عفوا، الشق الآخر، في نهاية 2018 قبل شهر تقريبا. والله الحمد لله تخرجت من الجامعة من كلية الحقوق. يعني تخرجت من الجامعة بتخصص أحبه، تخصص علم نفس، وتدربت وإن شاء الله أسعى أني أكون أخصائية نفسية شاطرة. السنة هذه بالذات سويت الحمد لله مشروع كذا بسيط، ملعب كورة، والحمد لله يعتبر يعني أهم إنجاز اللي سويته لي، يعني كحاجة استثمارية استفيد منها. كتابي ركوة حب، أني ألفت الكتاب، أني أنا أنجزته، كان إنجاز كبير في 2018. ملكت وبعدها تزوجت وتخرجت، فهذه أفضل إنجازاتي. كان أهم إنجاز صار لي في 2018 هو أنه انقبلت في منتخب السعودية للجوجيتسو. تراد إيش رأيك؟ أنا شايفة زواجات كثيرة صارت في 2018، إيش الموضوع؟ أحد القنوات سألت سؤال كان إيش أسوأ حاجة حصلت لك في 2018، وشوفي الإجابات، والمذيعة بتقول ليش الجماعة السلبية؟ سلبية لأنه السؤال سلبي، هنا نفس السؤال اللي بيقوله لنفسنا، إيش الأشياء الجميلة اللي صارت؟ يعني إلى أبسط ما ممكن أن يكون، أنا أعرف أحد مصوري روتانا مثلاً، مو هنا، في أحد المدن، بدأ مشروعه الخاص وصارت روتانا تستقطبه في مناسبات وبمبلغ أكبر من اللي كان يأخذه كراتب. ما يهم أنت مين ولا فين موقعك ولا فين مكانك، أنت إيش الهدف اللي تبغى توصله؟ جميل. سمعتي الأهداف اللي تخرج واللي تزوج، هدف حققته مستمتع فيه وأنا بصحتي. ففي نقاط لم يا إذا تحبي يعني مختصرة، خلينا نقول وقتك، أنا اليوم أو بالأصح أمس جاني التقرير حق الآيفون، في طريقة ممكن تقبليها، يروح يقول لك كيف استخدامك طول الأسبوع لجوالك. أنا صعقت أمس 5 ساعات في اليوم على الجوال، في منها أشياء أنا بدخل أونلاين كورسات وكذا، بس أكثر وقتي على سناب شات وعلى الواتساب وعلى تويتر. فقلت لا حقيقي من الآن لازم أبدأ، لأنه ساعة في اليوم تعادل شهرين تفرغ، لها حسبة. ساعة في اليوم لمدة سنة تعادل شهرين من التفرغ، كأنك أخذ تفرغ، إجازة من روتانا، إجازة من عملك، إجازة من كل شيء، ومتفرغة لشيء تعمليه لمدة شهرين.
هذه ساعة في اليوم، 5 ساعات هتطلع 10 شهور، هنتحر. إيش الموضوع؟ أنا إيش سويت فيها؟ في المقابل كيف لو عرفت أركز على أهداف معينة أحطها في 2019 وكيف ممكن أوصلها؟ إيش الخطوات اللي أحتاج أعملها فيها؟ جميل جدا. طب تراد، عندنا تقرير عن أهم الأحداث اللي صارت في المملكة العربية السعودية لعام 2018، رأيك تقدم لنا التقرير؟ يلا قدم التقرير عشان نطلع شاهد الإنجازات الرائعة اللي حصلت في عام 2018، كيف ممكن لك يكون دور فيها في 2019؟ جميل جدا، نتابع. عام 2018 في المملكة العربية السعودية لن يكون كأي عام مر على المملكة، إذ شهد أحداث كبيرة ربما تغير في شكل ومستقبل السعودية وأبنائها. خلونا نتعرف على بعض أبرز الأحداث والفعاليات اللي مرت علينا هذا العام. المرأة تقود السيارة في شوارع المملكة. بدأ فعليا تنفيذ الأمر الملكي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة، حيث قادت المرأة سيارتها في شوارعها في يوم 24 يونيو من عام 2018 ميلادية. ظهور دور السينما في المملكة. من بين القرارات التي ظهرت في المملكة عام 2018 قرار منح تراخيص لفتح دور السينما بالمملكة، حيث وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي منذ مطلع عام 2018. بطولة ABB فورمولا E الدرعية. نظمت الفعالية كل من الهيئة العامة للرياضة والاتحاد الدولي للسيارات في محافظة الدرعية بالعاصمة الرياض، ويعد سباق الفورمولا E بداية أولى مستقبل رياضة السيارات، وأقيمت الفعالية في قرية الفورمولا E من خلال مجموعة متنوعة من الفعاليات المنوعة الثقافية والترفيهية والتراثية وحضور الفنانين العالميين والعرب لإحياء حفلاتهم في الفعالية. نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي للملاكمة. أقيمت الفعالية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة لفئة الوزن المتوسط، والذي نظمته الهيئة العامة للرياضة، وجمع في الفعالية الملاكمين البريطانيين جورج غروفر بطل رابطة الملاكمة العالمي، وكالم سميث حامل لقب مجلس الملاكمة العالمي الماسي، كما ضم عددا من الملاكمين يتقدمهم السعوديان عبد الفتاح جلدان وزهير القحطاني. منافسات رويال رامبل. أقيمت فعالية منافسات رويال رامبل مرتين، الأولى في مدينة جدة في 27 من أبريل عام 2018، واحتضنتها مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وسط حضور جماهيري كبير، والأخرى كانت في العاصمة الرياض في استاد جامعة الملك سعود في 2 نوفمبر 2018 ميلادية. هذا العام شهد كثير من الأحداث في المملكة وخارج المملكة، حبينا نسلط الضوء على أبرزها داخليا. ويلا سلام، عنود الطعيمي لبرنامج ساعة شباب. صراحة إنجازات هائلة لعام 2018، وأكيدين بأن القادم راح يكون أكبر وأضخم وأجمل بإذن الله. بس تراد، إيش رأيك تقول لنا كلمة أخيرة لعام 2018 في الختام؟ يعني على تويتر كنا بنتكلم اليوم فيديو عن إيش الخطوات اللي تأخذها كدروس من 2018 وكيف تكون نقطة انطلاقك ل 2019. ومن التقرير هذا نرجع نقول الفرص لا حدود لها إذا بحثت عنها، والأعذار لا نهاية لها إذا بحثت عنها. ما حتلاقي صحيح. حتلاقي لنفسك ألف عذر. فالفكرة أنه مرة ثانية عشان لا تقول اكتئاب وناس، وخلينا واقعيين، جوالك، طيارة، وكل الأشياء دي كانت بالنسبة للناس شيء مجنون، الآن صار واقع. فكرتك شوف مين تكلم فيها، انطق فيها، شوف الناس اللي ممكن يساعدوك فيها، بكرة حتكون واقع. هذه 2019 القادمة. صحيح فعلا، كل عام أنت بخير. تراد باسمبا، شكرا لك على خدومك اليوم، ونتمنى لك بس. أكيد أستاذ تركي شبانة أو معالي الوزير، ألف مبروك. الثقة الملكية الرائعة، وهذا دليل مرة ثانية، تميز تستقطب، أنجز الناس حيقولوا لك تعال نبغاك. أكيد طبعا، شكرا لك تراد. وأكيد مشاهدينا لازم تستمتعوا بالساعات القليلة لعام 2018، وتدخل إن شاء الله للعام الجديد بكل نشاط وتفاؤل بنفس الوقت، وتفاؤلوا دائما، وأشوفكم بكرة على خير وقدر.